اخترت ولا مازال؟ نعم؟ مازال. إذا اليوم انتم في إضراب عن الطعام. المدة ديالو تقريبا؟ 10 ديال الصباح. أسباب؟ مازال مرسومين ياك؟ مرسومين ضرورة حتى إسقاط مرسومين إن شاء الله. واش ممكن تقولوا لهاد الناس اللي كيسيروا هاد الحكومة؟ السلام عليكم سي ادريس المنسق المحلي للتنسيقيه المكلفه بالاخوان السيد المتدربين، مرحبا بك في موقع الجديد الان. لاحظوا انكم اليوم في اضراب عن الطعام لمده 24 ساعه، ماذا يمكن لك ان تقول لمتتبعي الموقع؟ نعم، بدايه نحييكم كمنبر اعلامي الذي دائما شرفتمونا بتغطيه كل الاشكال المطالبه ديالنا. فنحن كتنسيقيه وطنيه للاساتذه المتدربين بالمراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين بالمغرب، خصوصا الموقع ديال الجديده. نحن الان في هذا المعتصم الذي نعبر من خلاله عن اضراب نزالي للطعام لمده 24 ساعه، بطبيعه الحال انسجاما مع البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني الاخير للتنسيقيه الوطنيه، والذي دعا من خلاله الى مجموعه من الاشكال النضاليه النوعيه والمختلفه. ليكن في علمكم على ان يوم امس كان جل المراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين قد خاضت اعتصاما امام النيابات والاكاديميات الجهويه لمهن التربيه والتكوين، ونحن من موقعنا فرع الجديده كنا قمنا كذلك بهذا الاعتصام امام النيابات وزاره التربيه الوطنيه باقليم الجديده. هذا الاعتصام توج بمبيت ليلي امام المركز الجهوي لمهن التربيه والتكوين في الجديده، الا اننا فوجئنا بالتدخل الهمجي القمعي للآلة المخزنية في وقت متأخر من الليل، وصل إلى حدود يعني في الساعة الواحدة ليلا كان هناك تدخل همجي يعني قمعي خلف مجموعة من الضحايا اللي وصل العدد ديالها أكثر من 20 ضحية، مختلفات يعني قصور، هناك إغماءات، هناك يعني مجموعة من الحالات اللي كانت خطيرة. فنحن الآن اليوم هذا نخوض هذا الشكل النضالي اللي هو إضراب عن الطعام، نعبر من خلاله عن المطالب ديالنا، نعبر من خلاله عن رفضنا القاطع للمرسومين المشعوبين، ويمكن أن نوصل به الرسالة الواضحة والواضحة جدا إلى كل من يهمه الأمر، الملف ديال التعليم وخاصة وزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة على أن تتحمل مسؤوليتها كاملة إلى ما ستعود إليه الأوضاع من داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذلك من داخل هذه الأشكال النضالية التي كنحكيها. فمعركتنا بطبيعة الحال هي لا زالت قائمة ومفتوحة على كل الأشكال النضالية، فإذا لم تستجيب الدولة المغربية والحكومة المغربية لهذا المطالب ديالنا فنحن ما زلنا مستمرين في المعركة اللي وصلت لنهاية الشهر الثالث ديالها. فنحن مستعدين للدخول أشكال أخرى أكثر تصعيدا وأكثر تصعيدا، فمن هنا يمكن أن نناشد كل الغيورين على الملف ديال التعليم، كل الهيئات والإطارات النقابية والجمعوية والحكومية والسياسية وكل فئات الشعب المغربي إلى التضامن والتعاضد والمشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتعليم والتدريب يوم 24 يناير 2016. فتحية عالية لكم وتحية إلى كل أساتذة المتدربين، ولا يفوتني إلا أن أقول على أن المعركة راه لا زالت مستمرة، وشكرا. I'm going to go to the hospital.
بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار هذا القمع الذي تعرفه مدينة الجديدة من طرف قوى القمع المخزنية، نحن صامدون كأساتذة متدربين ومن داخل لجنة الطبيب أو لجنة طبية، هنا رأينا الإشارة وكنقدموا مجموعة من الإسعافات الأولية ما يخص القمع اللي لاحظته لجنة طبية، يعني اللي لاحظته جديدة أمس. بالنسبة لمجموعة من الإصابات التي فاتت أو تجاوزت 20 إصابة، قدمنا مجموعة من الإسعافات الأولية، لاحظنا هناك كسور، هناك التواءات وإغماءات بالجملة، لكن خدموا مجموعة من الإسعافات الأولية اللي تلقيناها من طرف مجموعة من اللجان ومن طرف الهلال الأحمر المغربي، واليوم كنجسدوا هاد الخطوة النضالية الراقية والراقية جدا المتمثلة في اعتصام متوج بإضراب عن الطعام ابتداء من الساعة 10. هذا الاعتصام الذي سوف نخوضه لمدة 24 ساعة، هذا الاعتصام معروف بأن المضربين عن الطعام كياخذوا الماء والسكر، وهذا هو الدور الذي سوف نعمل على تقديمه هذا اليوم إن شاء الله. تحية نضالية. المعتصم ديال التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين يأتي في السياق الخلاصات ديال المجلس الوطني دياله اللي خرجوا فيه مجموعة ديال الأشكال الاحتجاجية، احتجاجان طبعا على المرسومين المشؤومين الذي يروم الأول إلى تخفيض المنحة إلى أقل من نصف، والثاني إلى فصل تكوين عن الإدماج. بالتالي خاضت تنسيقية مجموعة من المعارك على المستوى الوطني، كان آخرها القمع التتاري الدموي الرهيب الذي تعرضت له تنسيقية وتعرض له خيرة شباب هذا الوطن، وتم التنكيل بأجسادهم. لاحظنا جميعا كيف تم التدخل في مناطق حساسة، وتم التركيز بشكل خاص على أماكن اللي يصعب على الإنسان أنه يفكر في هذا كسميته، واللي الخلفية ديالها كانت واضحة ديال ترك عاهات مستديمة في الأجساد ديال الأساتذة المتدربين، وكذلك مجموعة ديال الإصابات اللي كنا شفنا كلها لا تقل وحشية عن التدخلات التي ينفذها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين بالأراضي المحتلة. إذن أشكال ديال اليوم والشكل ديال اليوم هو شكل ديال اعتصام ليلي أو مبيت ليلي، سبقه اعتصام أمام المندوبية، وبالتالي نحن كجمعية مغربية لحقوق الإنسان منذ اليوم الأول دخلنا على هذا الخط على اعتبار أن هذه المعركة هي معركة ترون بالأساس إلى تصفيات وتبقى من مكتسبات الجماهير الشعبية، وكذلك ترون إلى ضرب حق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ديال الشعب المغربي، ألا هو الحق في التوظيف وكذلك المدرسة العمومية بشكل خاص. بداية تحية لموقع الجديدة الآن على الترقية ديالها لنضالات الأساتذة المتدربين، وعلى التفاعل ديالها والحضور ديالها إلى عين المكان لمواكبة الإضراب عن الطعام في الخطوط التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين الفرع الجديدة، تحت هذه الخطوة في إطار الخطوات التصعيدية، وكذلك في السياق ديال سد باب الحوار، وكذلك عدم استجابة للمطلب ديالنا اللي هو إلغاء المرسومين المشؤومين، وكذلك ما هذه الخطوة إلا حلقة من البرنامج النضالي اللي سطره المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية، ستتلوه خطوات نضالية أخرى في حالة تجاهل الوزارة المعنية لمطالب الأساتذة المتدربين على المستوى الوطني، وكذلك هذه ما هي إلا كذلك بدايات ديال الأشكال اللي غادي توج مسيرة وطنية يوم 24، واليوم راه 41 مركز على المستوى الوطني تخوض معركة الأمعاء الفارغة ضدا على هذا التجاهل كما سبق الذكر، وكذلك من أجل تنبيه الرأي العام، وكذلك الفعاليات الحزبية والحقوقية والجمعوية والنقابية التي حضرت إلى عين المكان وآزرتنا في معركتنا النضالية من خلال تشكيل جبهة محلية بمدينة الجديدة لدعم النضالات ديال الأساتذة المتدربين
اللي هي المطالب كما نقولوا مطالب اجتماعيه لا غير. كذلك هنا تنحيي كذلك كل مواقع والوسائل الاعلام اللي كذلك جات وغطات الشكل النضالي، وكذلك غطات الشكل النضالي اللي كان عرف تدخل امني مساء الثلاثاء. انا كجامعه وطنيه للتعليم توجه ديمقراطي نساند الاساتذه المتدربين ونشجع بالهم الهجمة الشرسه الذين تعرضوا لها في مسيرتهم السلميه وعن مطالبهم الحقوق عن مطالبهم المشروعه. وكذلك اننا كاتحاد نساء التعليم نساند جميع نساء التعليم في محنتهم ونتضامن معهم في ونساندهم في جميع المعارك النضالية لكي يخوضوها على الصعيد المحلي او الصعيد الوطني. تحية. تحية نضالية عالية للأساتذة والأستاذات المتدربين في المراكز التربوية بجميع ربوع المملكة. استمرارا للمعركة النضالية التي خاضتها الأساتذة المتدربون ضدا على قرار الحكومة الرامي إلى فصل التكوين عن التوظيف، وبالتالي هذا قرار جائر في حق إبناء هذا الوطن. ونحن كنقابات تعليمية خمس بإقليم جديدة نتضامن بشكل استمراري مع هؤلاء الأساتذة، ونقول أن هذه الحكومة تراجعت على مجموعة من المكتسبات في ظل الآونة الأخيرة. من ضمن هذه المكتسبات وهو أنها اكتساح وضرب صندوق المقاصة. ثانيا بالنسبة للتراجع على المكتسبات ديال التقاعد، نظام التقاعد، وهي الزيادة في السن، الزيادة في المساهمة في الراتب ديال المساهمة في صندوق ديال التقاعد، بالإضافة إلى الاقتطاع من راتب المعاشات. الحكومات مشات وجات.